تأكيدا على نمو وتطور الاقتصاد الوطني، يأتي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، والتي تفقد خلالها مصنع حديد الدرفلة الثالث لشركة السويس للصلب. ويأتي ذلك من كون صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية والتي تلعب دورا كبيرا في دعم خطط عملية التنمية في مصر، ويسهم إنتاج المصانع المصرية من الحديد بشكل فعال في المشروعات القومية الكبرى ومشاريع المصانع الجديدة وإنشاء الكباري والطرق والأنفاق وغيرها من خلال المكون الرئيسي لهذه المشروعات من الحديد بكافة أنواعه. كما تدخل صناعة الحديد في بناء المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها بطول البلاد وعرضها. وتنقسم شركات الحديد والصلب في مصر إلى عدة أقسام، منها مصانع متكاملة الأنشطة ومصانع نصف متكاملة ثم مصانع درفلة الحديد، والتي يقتصر نشاطها على تدبير أعواد البلت بالاستيراد من الخارج أو من السوق المحلية لإنتاج حديد التسليح. ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب في مصر بنحو 170 مليار جنيه، ويمثل حجم الاستثمارات في المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 96% منها، بينما يمثل حجم الاستثمار في مصانع الدرفلة 4% منها فقط. كما يقدر حجم العمالة المباشرة في قطاع الحديد والصلب أكثر من 30 ألف عامل، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية لكافة مصانع حديد التسليح نحو 14 مليون طن سنويا لتلبية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد. نظر أكثر قربا لصناعة الحديد والصلب، ما لها ما عليها ما مرت به منذ الأربعينيات من القرن الماضي وما آلت إليه الآن، والتطلع بالتأكيد لتطوير يلاحق التطور والحراك الحادث في مختلف مجالات الحياة في مصر، خاصة كونه واحدة من الصناعات والكيانات الاستراتيجية جدا سواء بالنسبة للدولة المصرية أو بصفة عامة في كل المجتمعات، واللي بالتأكيد عندما يدفع قدما به هيلقي ده بظلال إيجابية على الاقتصاد المصري بصفة عامة. معي ومعكم في هذا اللقاء وبرحب به الأستاذ أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا صعب ان احنا نتكلم عن الحديد والصلب بمنأى عن الفعاليات اللي حصلت النهارده ونشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاح سيادته لعدد من المشروعات القوميه والتنمويه في السويس وجنوب سيناء، والحديث يطول عن الحديد والصلب. يعني اهميه افتتاح السيد الرئيس اليوم على سبيل المثال المصنع الثالث لدرفله الحديد في مجمع مصانع السويس للصلب، حضرتك بتشوفها ازاي يا فندم؟ انا شفتها طبعا هي مش اول حاجه، اولا الحديد والصلب ده سبقوا صناعة افتتاح مصنعين للأسمنت قبل كده. أنا بشوف النهاردة ده تطوير للصناعة، ده إن احنا بنزود إنتاجنا عشان نزود العرض، عشان نظبط الأسعار في السوق وخاصة السلع الاستراتيجية. احنا كنا بنستورد ما يقرب من 2 مليون طن سنويا، النهاردة بافتتاح مصنع درفلة في السويس للصلب النهاردة بطاقة إنتاجية تصل لمليون وربعمائة ألف طن شهريا، بإضافة إلى إنتاج المصنع الأصلي اللي بيصل لحوالي إجمالي 3,200,000 طن. النهاردة المصنع ده شغال لسه بكامل طاقته الإنتاجية بحوالي 50%. النهاردة إحنا في غنى عن استيراد حديد التسليح اللي كنا بنستورده، فبالتالي بنوفر عملة صعبة، بالتالي بنظبط الأسعار في السوق، بنشغل عمالة. النهاردة عندنا حديد بأجود المواصفات، مصنع اتنشأ في 12 شهر، وبالنسبة للمصنع ده جهاز مشروعات الخدمة الوطنية له 82% كحصة فيه، والباقي لمستثمر لبناني، وده يمكن اللي أعطاله القوة خط يخسر يعني ينتهي في خلال 12 شهر. أهمية قصوى بتولى أن يكون في منظومة صناعية متكاملة
ودوما بيشدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي أكثر من مناسبة على هذه الجزئية. حديثا عن الحديد والصلب ومصانع السويس للصلب تحديدا اللي بتعتبر من المصانع المتكاملة اللي بتسهم بإنتاج 17% من حديد التسليح المنتج سنويا في مصر. توصيف المتكاملة ان انا اوصفه لمصنع، ايه دلالاته بالذات في هذه المرحله؟ يعني ان احنا كل مراحل الانتاج موجوده، احنا عندنا صناعات متكامله ونصف متكامله وصناعات درفله. صناعات متكامله يعني انا يعني بصنع كل مكونات الحديد ابتداء من المقاورات حتى البلت حتى حديد التسليح كمنتج نهائي. في مصانع نص متكامله اللي هي تستخدم الخرده وتحولها للبلت ثم تحولها بعد كده لحديد تسليح، وفي مصانع درفله احنا بنستورد البلت من بره، طبعا كنا بالدولار طبعا بالعمله الصعبه، والمصانع دي بتشكله لاسياخ حديد تسليح. النهارده المصانع المتكامله دي بتنهي كل المراحل دي وهي بتصنع الحديد بكل مراحله، فانت عندك بيبقى جوده عاليه، عندك بتقللك التكلفه، بتقلل انك تخرجي عمله صعبه طبعا بره، كل ده طبعا بيؤدي الى تقليل التكلفه وضبط الاسعار زي ما قلنا. حضرتك بتشوف ازاي هيأثر انتاج هذا المصنع على اسعار الحديد والصلب ومدى توافره في الاسواق؟ يمكن احنا شفنا ده يمكن خلال الاسابيع الماضيه ما بدا المصنع اشتغل مرحله تجاره، ومع قرب افتتاحه الحديد كان وصل 11,812 جنيه، النهاردة الحديد بيتراوح تسليم أرض المصنع من 9,600 ل 10,000 جنيه، وبتروح للمستهلك من 10,000 ل 10,200 جنيه أو 300 جنيه أقصى سعر على مستوى الجمهورية. فإحنا في حوالي 1,500 جنيه انخفاض في الأسعار، إن كلما زاد العرض عن الطلب انخفضت الأسعار. الطلب زيادة عن العرض الأسعار بترتفع، ده شيء طبيعي. على ضوء ده يا أستاذ أحمد، حضرتك بتشوف إزاي موقع مصر على خريطة إنتاج الحديد؟ يعني معلوماتنا أنها بتحتل مركز 21 عالميا والأول عربيا بإنتاج يصل إلى نحو 8 مليون طن مكعب. إيه اللي بيعكسه هذا الرقم؟ وهل إحنا نتطلع للمزيد؟ وإيه الاستثمارات اللي على خلفيته ممكن تتحقق في هذا الرقم؟ أنا هقول لحضرتك في استثمارات في صناعة الحديد أخرى كمستثمرين يمكن خلال عام 2020 هنشوف خطوط انتاج جديده ومصانع جديده هيتم افتتاحها. احنا هيبقى عندنا فائض ان شاء الله وهنصدر للخارج، بعد ما كنا دوله مستورده الحديد هتصبح دوله مصدره للحديد ان شاء الله. مش هنقول بعيد ده في 2020 ان شاء الله. وعايز كمان اقول بس هي مش صناعه الحديد 2020 ده قريب، احنا بنتكلم في سنه ونص تقريبا من دلوقتي. بالظبط انا مش عايز اتكلم على صناعه الحديد بس كاحد المشروعات اللي اهتم بها الرئيس، في مشروعات اخرى قام بها جهاز الخدمه في مشروعات الخدمه الوطنيه. احنا عندنا اربع خطوط كانوا خطين من قبل الثوره، وتم انشاء خطين جداد بينتجوا 22,000 طن يوميا في سيناء. مصنع اسمنت العريش ده مملوك بالكامل لجهاز الخدمه الوطنيه. في مصنع او هنقول مجمع بني سويف للاسمنت وصناعه الرخام والجرانيت، ده اكبر مجمع على مستوى الشرق الاوسط، النهارده بينتج 60,000 طن اسمنت يوميا، بالاضافه الى صناعه او تجهيز جميع انواع الرخام والجرانيت وتصديره للخارج. ده انا مش عايز اقول لك آلاف العمال اللي اشتغلت في المصنع ده كلها مدنيين بالكامل، والحركة اللي حصلت في السوق بسبب وجود المنتجات دي من أجود أنواع المنتجات، الرخام والجرانيت تعتبر في العالم. احنا كنا بنصدر الجرانيت والرخام كمنتج قبل نهائي، وكان بيروح لدول ويرجع لنا مصنع تاني. احنا النهاردة كل ده بيصنع في مصر وبنصدره. ممكن الرئيس النهارده افتتح برضه، ده غير اللي انا بقول عليه، الشركه الوطنيه في جفجافه، ده اكبر برضه مجمع من اكبر مجمعات لصناعه الرخام والجرانيت. دي كان عشان احنا تكفي احتياجاتنا من انشاء مدن جديده في الوقت الحالي، لان طبعا كان في خطه. فعشان انت النهارده يبقى في انت بتبني مدن جديده يبقى لازم المستلزمات الانتاج بتاعتها
تكون موجودة مش هروح استوردها طبعا، فتكلفتها تبقى عالية. فخطة الرئيس كانت حكيمة في هذا الأمر. وعايز أوجه رسالة للشعب المصري وللناس كلها اللي بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي، المشروعات اللي بتقيمها الدولة في الوقت الحالي من مدن جديدة كـ14 مدينة، لولا هذه المشروعات لأغلقت مصانع الأسمنت والحديد في مصر. يعني الناس اللي بتقول احنا بنحط فلوسنا في الخرسانات والكلام ده، احنا كانت الدولة في حاجة إلى هذه المشروعات في الوقت الحالي. المشروعات دي النهاردة شركات المقاولات بالكامل بتعمل في هذه المشروعات. احنا بيشتغل أكتر من 6 مليون عامل في قطاع التشييد والبناء. كل الناس دي حقيقة هي دي جزئية برضو اللي عايز أتكلم مع حضرتك فيها أستاذ أحمد، إن الصناعة دي صناعة الحديد والصلب ما بتقتصرش على حدودها، بتخرج خارجها، بمعنى إن في صناعات أخرى مكملة ليها ومرتبطة بيها ومتداخلة معاها. وفكرة كمان إن هي ده بشكل أو بآخر هو تعاطي جاد مع مشكلة البطالة من خلال فرص العمل والتوظيف اللي بتوفرها مثل هذه الصناعات والمصانع. حضرتك بتشوف الملمح ده كله ازاي يا فندم من وجهه نظرك؟ ده طبعا بنشوفه ان احنا ده بيدل ان مصر ماشيه في الاقتصاد على الطريق الصحيح، ان في تقدم، ان النهارده الدولار عندي يعني في ثقه من المستثمرين. النهارده الدولار اللي كان بتوصل 18 19 جنيه النهارده وصل ل 16 جنيه. كل ده بينعكس على السوق المحلي وعلى المستهلك وعلى تكلفه الوحدات العقاريه، فده بيقول ان احنا فعلا ماشيين على الطريق طبعاً الصحيح. طبعا ده محور مهم جدا، لكن انا كنت اقصده اكتر فكره الاستثمار في البشر، وان انا مش بعمل مشروع يخص مجال واحد فقط، لكن بيكون في مجتمعات عمرانيه متكامله وبوفر فرص عمل وبخلق صناعات تانية لا تقتصر فقط على حدود صناعه الحديد والصلب. لا، احنا في تشكيل للحديد، في صناعات كتير بتقوم على صناعه الحديد مش كحديد تسليح كمنتج نهائي بس، في صناعات كتير بتقوم على حديد التسليح. احنا النهارده بنشغل كل مصنع بيشتغل فيه ارقام. زي ايه؟ زي ايه يا فندم؟ صناعات التنوع. يعني النهارده احنا عندنا تشكيل الحديد كابواب مصفحه، كابواب عمارات، يعني كل الحاجات دي بيخش فيها، كصناعه السفن، كالصاج، يعني صناعات كتير. أي كل ما يتخلق منه الحديد فهو بينتج من هذه المصانع. إن حتى الهبو بتاع الحديد اللي بطلع من المصانع ده بيستفيدوا منه في صناعة الأسمنت وفي صناعات أخرى. يعني ما فيش هادر، يعني المصنع العلاقة المتكاملة اللي بين المشروعات التنموية وبين الصناعة دي، بمعنى أن الصناعة بتستفيد من هذه المشروعات التنموية وقد يكون العكس صحيح. بالضبط، يعني أنت عندك صناعة الأسمنت مكملة لصناعة الحديد. صناعة الحديد بكل أنواعها النهاردة كلها في داخلة في مجال التشييد والبناء، مواد البناء، قطاع التشييد ومواد البناء، يعني كلها صناعات متكاملة. مش عايز أقول لك إحنا ما بنقتصرش، إن إحنا النهاردة ما بنعمل مصنع على عدد العمالة اللي فيه. المصنع النهاردة ده كم عربية نقل بيحمله إنتاجه، وكم عربية نقل بيودي له مستلزمات إنتاج. فالنهاردة مش في عمالة مباشرة وفي عمالة غير مباشرة. النهاردة تعمير المدن 4000 كيلو اللي بتعملوا النهاردة من طرق على كل محاور الجمهورية، ده طبعا بيخلق مدن جديدة، بيخلق أمانة على الطرق، بيقلل الحوادث. احنا طبعا كنا تكلفتنا من الحوادث كل سنة أعداد كانت مش قليلة، وكنا بنتهم ساعات ما كناش بنلقى بشر نتهم. كنا في فترة من الفترات اتهمنا المقطورة ان هي سبب الحوادث. الحمد لله لما الطرق اتعملت ما عدناش بنسمع عن حوادث، ما عادش حد بيقول لا المقطورة عملت حوادث. قلت الحوادث بنسبة 90% بعد انشاء شبكة الطرق اللي اتعملت في عهد الرئيس. في طبعا انجازات اتحققت على الارض بشكل لافت في هذا القطاع، لكن طبعا الامر ما يمنعش ان يبقى هناك مشكلات. أبرز العقبات اللي حضرتك بتتوقف عندها، لأن مهم جدا نتعرف عليها حتى يتسنى تلافيها واستفادة يمكن من دروس وأخطاء أو عقبات سابقة ممكن تكون الصناعة دي تعرضت ليها في أوقات قبل كده،
لتعظيم الاستفادة وسرعة الإنجاز اللي دوما بيأكد عليها أيضا سيد الرئيس. بالنسبة لصناعة الحديد، تمام يا فندم، يعني احنا صناعة الحديد طبعا منتجي الحديد المصانع المتخاملة بيشتكوا من سعر الغاز مرتفع عن الأسعار العالمية. نتمنى ان هم ياخدوا الغاز أو الطاقة بصفة عامة بالسعر العالمي، بس بنطلب منهم برضو ان الأسعار تبقى في السوق المصري لا تزيد عن الأسعار العالمية. التوسع في هذه الصناعة شيء مهم جدا، ان احنا مش نكفي احتياجاتنا بس وما عدناش نستورد، المفروض ان احنا نتطلع ان احنا نبقى دولة مصدرة للحديد والأسمنت، وده الحمد لله حصل في الأسمنت، عندنا فائض كتير دلوقتي ممكن يصدر. احنا عايزين نشوف اذا كان عندهم مشكلات، يعني على معلوماتي هي اسعار الغاز هي اللي عاليه عليهم بس. لما احنا الحمد لله شفنا اكتر من مصنع بيتم انشائهم، واحنا شفنا مصنع حديد المصريين الرئيس، انا حضرت افتتاحه السنه اللي فاتت بطاقه انتاجيه برضه 800,000 طن. لا، في تقدم في الصناعه وفي زياده في الانتاج. علشان نحقق ده ربما الميزة التنافسية كلمة السر، مقومات الميزة التنافسية ايه وبنسبة ايه تقريبا ممكن نقول ان احنا بنمتلك هذه المقومات وفي دلوقتي عندنا سوق مفتوحة، السوق الافريقية وحراك حادث كنتيجة طبيعية على الأقل للزخم المصري ورئاسة مصر الحالية. شوف أنا هقول لحضرتك، إحنا من زمان ومصر متقدمة في صناعة الحديد. إحنا عندنا صناعة الحديد من أجود يعني الصناعات في العالم، ومصر بتصدر بقالها فترة أكتر من 10 سنين، يمكن قبل الثورة كان في بعض المصانع بيصدروا وما زاد النسبة قليلة في التصدير، ولكن حديد التسليح المصري مطلوب، كذلك الأسمنت برضو يعني من أجود أنواع الأسمنت في العالم ومطلوب، بس هي المشكلة في موضوع التكلفة. وافتكر وزير المالية أصدر يعني زود دعم الصادرات من 4 مليار ل6 مليار جنيه، وفي قطاع الأسمنت إن هم هيدوا 50% من مولون النقل البحري كدعم. ده اللي نقدر، يعني احنا عايزين نشجع الصادرات، يعني زي ما عملنا في الأسمنت ممكن نعمل في الحديد، عشان النهاردة المنتج يقدر يصدر وينافس بسعره، لأن فيه لكن في أحداث بتكون خارجة عن إرادتنا يا أستاذ أحمد، بفعل يعني أحداث دولية. أنا أقصد في أن أنا أشير إلى الإجراءات الأمريكية بتطبيق رسوم جمركية على واردات الحديد، خاصة وأن السوق الأمريكية تعتبر من أهم أسواق الحديد أمام المنتج المصري. حضرتك إحنا ما بنعتمدش على السوق ده بصفة عامة، إحنا بنعتمد حاليا على الأسواق الإفريقية، بنعتمد الأوضاع، يعني إحنا بدأنا نصدر لليبيا، والأوضاع لو استقرت في طرابلس إحنا ليبيا تستورد كميات كبيرة من الحديد. النهاردة الفائض اللي عندنا ما يقلقش، احنا ما عندناش فائض. انا بقول لحضرتك احنا لغاية 2018 احنا كنا بنستورد، الوقت بقى عندنا في نهاية 2019 اكتفاء ذاتي. فكون ان انا النهاردة كنت بستورد، النهاردة بقى عندي اكتفاء ذاتي، المرحلة الجاية تبقى تصدير ان شاء الله. حضرتك اتكلمت عن تحديات الطاقة أيضا، بما أننا بنتكلم أن برضو الأحداث الدولية وتحديات الطاقة دي مش محلية الحقيقة، احنا بنتكلم في أزمة طاقة عالمية ومرتبطة بكتير من الأزمات الأخرى اللي بتلقي بظلالها على مشهد هذه الصناعة على المستوى الدولي. يعني هي من أهم العوامل طبعا الطاقة اللي بتحدد تكلفة سعر الحديد من دولة لأخرى. إلى أي مدى ده بيأثر سلبا أو إيجابا على حديثنا عن الاكتفاء الذاتي ارتقاء الى ان يكون في طاقات تصديريه لمصر في هذا المجال؟ هو حضرتك طبعا احنا ما عندناش مشكله في بالنسبه للغاز للمصانع اللي بتستخدم الغاز بالنسبه للحديد والصلب. هي كانت الشكوى من ارتفاع الاسعار وتم تخفيضها الفتره اللي فاتت، واعتقد ان شاء الله ان الفتره الجايه ممكن يخفضوا لهم الاسعار. احنا برضو نسبه التكلفه في صناعة الحديد بالنسبة للطاقة مش عالية جدا،
زي ما البعض متصور، ولكن هي هتشجع على التصدير بصفة عامة. يعني في حاجة تانية ممكن يكون ليها تأثير برضو، أعرف مدى من حضرتك رسوم الإغراق المفروضة على الحديد المستورد بتصب إزاي في صالح الصناعة المحلية؟ تقييم حضرتك. هو حضرتك طبعا أسعار العالمية نازلة بره دلوقتي في الوقت الحالي، فإحنا صدر قرار من وزير الصناعة على فرض 25% على حديد التسليح كمنتج نهائي، وعلى رسوم على البلت برضو 16% بحد أدنى 74 دولار. طبعا لولا الرسوم دي كان الحديد وصل سعره للمستهلك في مصر 8000 جنيه، فطبعا المصانع المتكاملة اتقدمت بشكوى ان ده يعني مش في صالحها وبيؤدي الى خسائر، وبناء عليه الرسوم دي حمت المصانع المتكاملة، ولكن برضه عايزين نقول مش عايزين يستغلوا دي ان هم يرفعوا الاسعار يعني. بالظبط. يعني احنا مش عايزين يستغلوا دي، لان احنا زي ما بنقول احنا عايزين نحمي المصانع المتكامله ايا كانت هي بتاع مين، هم برضه 4-5 مصانع. احنا لازم نحمي 90 مواطن مصري. بنظره موضوعيه يا فندم، ايه اللي بينقصنا حتى تستطيع الصناعه المتكامله للحديد والصلب بمصر منافسه بقوه، خاصه مع ما اشرنا اليه من كثير من التحديات العالميه اللي بتلقي بظلالها على المشهد، ومنها على سبيل المثال الإجراءات الجمركية اللي بتقوم بها الولايات المتحدة، أو أي إجراءات حمائية ممكن تقوم بها دولة أو تكتل؟ أنا هقول لحضرتك، إحنا الفترة اللي فاتت طبعا ما كانش، كان عندنا السوق المحلي هنا المنتجين بيفضلوه عن التصدير. يعني أنا النهاردة أما أقول 420 دولار السعر العالمي للحديد، طب هو بيبيعه في مصر مثلا ب 500 دولار، طب هيصدر ليه ب 450 دولار؟ هيصدر ليه؟ برضه كذلك في الاسمنت النهارده مفيش اي قيود على التصدير، بس انت السوق المحلي حتى هذه اللحظه افضل من التصدير بالنسبه لمنتجات الحديد والصلب. النهارده انا ما عنديش فائض للتصدير، يعني النهارده انا لو صدرت كميات كبيره هيحصل فيه ازمه في حديد التسليح في مصر والاسعار هترتفع. فما دام مع زياده الانتاج، احنا عندنا النهارده المصنع اللي تم افتتاحه النهارده بيشتغل ب 50% من طاقته، لما هيشتغل بنسبه 100% مع في مصانع جديده هتفتح خلال الفتره اللي جايه، هيبقى في عندنا في فائض للتصدير ان شاء الله. في صناعات مرتبطه بالقطاع ده، السيارات، الاجهزه المنزليه، المعدات الصناعيه والهندسيه طبعا وغيره وغيره. بالتأكيد. وافتكر كمان يمكن صناعه السيارات كمان بالنظر للاحداث المتصاعده دلوقتي، ما هو ده هيخدمها بشكل طبعا كبير. احنا ده اللي احنا عايزين نطوره في كل المصانع، ان بقى انا مش قاصر مصنعي على انتاج حديد التسليح بس وقف لغايه هنا، ان انا النهارده اما اعمل صناعات مغذيه، صناعات تشكيليه، وابدا اصدرها هقدر انافس في السوق الاوروبي بصفه خاصه يعني. لو في سطور هنقيم هذه الصناعه منذ ان بدات في مصر في الاربعينيات من القرن الماضي وحتى الوقت ده، والتعويلات ان احنا نكون في مكان تاني افضل بكتير ان شاء الله في الفتره القريبه القادمه، هذه الصناعه وهذا القطاع ما لها وما عليها؟ حضرتك تقول. حضرتك طبعا احنا الصناعه بدات في مصر بالحديد، مصنع الحديد والصلب، بعد كده مصنع الدخيله اللي كان ملك للدوله في الوقت ده، بعد كده مصنع السويس للصلب اللي تم بيعه في التسعينات، وبعد كده استعادت الدوله 82% منه. أنا شايف إن الصناعة بتزدهر في الوقت الحالي، خدت مكانة جيدة عالميا كمنتج حديد. النهاردة أنا لما أتحول من دولة مستوردة للحديد ليبقى عندي اكتفاء ذاتي ويبقى عندي فائض إن أنا أقدر أصدره، طبعا ده شيء جيد، وبيقول لنا إن مصر ماشية في المسار الصحيح، وإن في جذب المستثمرين، وإن المشروعات العملاقة اللي بتتعمل دي كلها إن شاء الله هيكون لها
مردودها في الفترة اللي جاية. دلالة أن المحطة هذه المرة تكون في محافظة السويس، وزي ما حضرتك قلت في بداية الحوار دي مش أول مرة ولن تكون الأخيرة. لا، كانت السنة اللي فاتت في بني سويف، والسويس طبعا ليها باع الحقيقة في هذه الصناعة، لكن دلالة أن هي تكون في السويس وماذا بعد؟ إزاي ممكن نحسن استثمار ما تم إرسائه من مشروعات في هذه المحطة؟ أنا أقول لحضرتك السويس لها طبعا ميزة، أنها أنت على ميناء السويس، يعني جنب ميناء الأدبية، فالنهاردة أنا لو بصدر مسافة النقل قليلة هقدر أصدر، إن أنا لو باخد غاز الغاز جنبي، يعني في كل المقومات اللي بتخليني أقدر أقلل تكلفتي، قرب محافظة السويس من كل محافظات مصر، يعني بينها وبين الإسماعيلية في 70 كيلو، بورسعيد ما أعرفش 150 كيلو، بينها وبين القليوبية، القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، يعني هو تحتل طبعا مكانة كويسة، كل ده بيقلل التكلفة، وده اللي يخلينا نقدر ننافس، لأن النهاردة المنافسة أنا مش هقدر أنافس إلا إذا قللت التكلفة. كل العالم وكل الشركات الأجنبية النهاردة هو بيشوف إزاي يقلل تكلفته علشان إن هو يقدر ينافس. أنا طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على اللقاء ده، وكانت فرصة إن احنا نقترب بشكل أكبر من هذا القطاع، وبنتمنى دايما للقائمين عليه المزيد من التوفيق، لأن زي ما بنقول هي كلها في النهاية روافد بتؤدي في نهاية المطاف إلى دعم اقتصادنا المصري. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بتعهد الغرف التجارية، شرفنا. شكرا لكم. بنبقى معكم مشاهدينا الكرام، والحقيقة عندنا موضوع آخر أيضا يصب في كل مجالات الحياة، الشخصية المصرية وأهمية أن يكون وعي المصريين كما ينبغي أن يكون، لا ننسى وراء الأخبار الكاذبة والأفكار المضللة، ومسعى بعض الأطراف أن يكون في تزييف لوعي المصريين، المهم دايما أن يكون حائط صد حقيقي هو المصريين بثقافتهم وبالشخصية المصرية المتأصلة في جذور التاريخ، اللي حتى وإن كان في بعض الاختبارات البعض أو القلة لا ينجحوا فيها في بعض المواقف بتكون بسبب بعض التراب بس اللي احنا محتاجين ننفضه عن هذه الشخصية المصرية الفريدة من نوعها. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في إطار افتتاح سيادته لهذه المشروعات في السويس وجنوب سيناء شدد على هذه القيم، وحننظر لها أيضا نظرة أكثر شمولا وتفصيلا من خلال وقفتنا الحوارية القادمة مع حضراتكم في برنامج من القاهرة، لكن بعد ما نتابع موجز أخبار الساعة مع زميل فوزي جدلة ونعود من جديد إلى برنامج من القاهرة. كونوا معنا.